غير نقوله بعد عدنا، نعتبر عدنا هو أكبر الأحزاب تضرر من هذا الإخلاف، تضرر من تأثيره على نتائجنا اللي قال يعلننا بعض الدوائر عندنا لو كان العمل السلفي بطريقة صالحة عود حصدنا نتائج أكثر من هذا، متأثرين منه كحزب الصدر المشهد السياسي أيضا لقط اللي حاول نتائج ذنبته عندنا ما اللي تأثر منه قال يعلننا قد يعود أكثر من تأثر شركائنا في العملية السياسية الخرين بين اللي كحزبية الصدر المشهد ويحتشم الناس عود ما هو ساخل بذلك عندنا لو كانت نتائجنا محمات الطريقة اللي كنا مطالبين من لجنة المستقلة الانتخابات نتحميها من عودوا في وضعية اليوم أمونك من هذه الوضعية الأركاتية اللي واجهنا قدر من الأمور اللي نتعرض لها بطريقة مباشرة. شكرا لك. شكرا لك. شكرا نأسف إذا أعلن يعود مولي في الساحة السياسية يعود في بعض الأطراف ما هي كاملة الحمد لله ولا وقع أكبر من قدو طبيعي عاد يوجه لنا شي من الامور بينما الناس اللي متواجهه مع العمليه الانتخابيه تعرف على انها اللي خلق على انه ما فهمتي ما قال فهمتي احد مشارك في العمليه الانتخابيه هذا يعود لحكم انه قادر من التاثر.